شرف عظيم وتعلمت حاجات كتير بصراحة، وده اهداء مني لكل راجل ضحى بوقته وضحى برؤية اسرته وضحى بعمره عشان يحمي البلد دي. دي اهداء مني ومن كل شاب من جمهوري خدم الجيش المصري، اهداء مني للجيش المكان اللي احنا موجودين فيه وبيحمينا. هنعمل مافيا ونعمل كل حاجة وماني، وفي 20 اغنية جديدة على فكرة كتير. يلا جيشنا صعب، جيشنا صعب.